أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في خطابه الذي وجهه للشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أكد على وحدة الصف والتضامن والتعاون والتسامح والتسامي فوق الذات من أجل المصلحة العليا، بغية النهوض بالوطن والعمل على تقدمه وازدهاره. زيدوني ونحن نستقبل عيد الأضحى المبارك، أن أتوجه إليكم بأكمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة، سائلا الله العلي القدير أن يعينها علينا وعلى جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات، وأن نستلهم من هذا اليوم القيم الإنسانية العظيمة المتمثلة في التضحية والفداء والصبر، والتي نؤكد من خلالها على الوحدة والتضامن والتعاون والتسامي فوق الذات من أجل المصلحة العليا، بغية النهوض بالوطن العزيز والعمل على تقدمه وازدهاره. من ناحية أخرى، أشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى دور الشباب الذين قادوا ثورة التغيير في بناء الأمة ونهضتها، مما يستوجب العمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم في بناء سودان الحرية والسلام والعدالة. الأخوة والأخوات، إن الشباب هم عماد الأمة وسيرة نهضتها، وأن غدا مشرقا ينتظرهم، وهم الأقدر على معالجة جراحات الوطن، وهم من غاد التغيير الذي نعيشه اليوم، مما يجب علينا جميعا أن نعمل من أجل تحقيق أمال وطموحات هؤلاء الشباب في بناء سودان الحرية والسلام والعدالة. الأخوة والأخوات، إنني أكرر التهنئة لجميع قطاعات شعبنا الأبي، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لأبنائنا وإخواننا جنود السودان المرابطين في الصغور من جميع القوات النظامية.